أني التقيت بارحة بجروب من جروباتكم، شرحت لهم الليكتشر مال الأسبوع الفات. أني قلت لكم الكوميونتي فد مادة كلش دراي أو تعتمد على الحفظ أكثر شيء. ليكتشراتي راح أحاول أخليها تكون قصيرة ورؤوس أقلام، أشياء واضحة لكم سهلة الحفظ وتستفادون من عندها، مو أشياء شرح هواية وتجيهون وما تعرفون شنو يجيكم بالامتحان، كلها دايركت. وهمين قلت لهم إنه الأسئلة حتكون MCQ إن شاء الله. Also I said the attendance حيكون على درجة عالية، maybe حتكون أعلى من درجة الكويز اللي راح يصير عندكم النظري، so please لا تخسرون هاي الدرجات مال الأتندنس. اليوم راح نحكي عن الكوميونتي دنتال كير. نعم دكتورة، الحضور ينزل على شكل رابط، لو مجرد دخولنا المحاضرة يسجل حضور. أنا أسجلها يمي، أنا الأسماء اللي أشوفها attended the lecture راح أسجلها يمي. تمام مشكور. تمام كبداية، وبعدين أرتبها ويا دكتور محمد نعمان. تمام عيني. زين. إحنا نطينا أسبوع الفات lecture واليوم همين lecture، كلها راح ننزل لكم إياها أدسها بيد ممثل المرحلة. تاخذوها وتقروها. اتوقعوا راح المفروض انتم عندكم كويز زي النظري، توقعوا راح يكون الكويز at any time online، اسوي لكم فورم اونلاين وتدخلون تمتحنون. دكتوره نعم، بس اكو طلاب جاي يدزون طلب انضمام بس وافق عليهم. والله يا دكتور يعني انا قلت لكم شويه الموضوع صعب، لان لازم نقطع السيمينار ونسوي لهم acceptance، فبليز try to attend before 5:30. زين يلا قبل ما نبدي أريدكم يعني تعرفون شنو يعني community dental care. أكو community dentistry، هذا يعني all the branch of dentistry، يعني community dentistry هو branch من dentistry. بس من نقول community dental care معناتها services أو الخدمات اللي راح يقدمها هذا البرانش لل population مال الأريا اللي إحنا نسوي عليها treatment. So as a definition, it is that form of dental services which serves the community rather than the individual. معناته شنو؟ معناته احنا راح نعالج مجموعه من الناس، وليس يعني التارجت مالتها حيكون باتجاه مجموعه او كلتشر او جروب اوف بيبل، rather than تكون directed toward one person. For example in the private clinic you get one person, you do all your treatment for him in the in dental setting, let's say. But in community dental care, we are giving the care to group of people. So it focuses on the dental health education of the population with the applied dental research and with the administration of group dental care programs, with the prevention and control of oral disease on public basis. معناتها شنو؟ حتى أوضح لكم إياها حتى تبقى ببالكم. Main focus of community care، أريدكم تنتبهوا لي على كلمة care. كلمة community care معناتها يعني التريتمنت راح تنطوها لهذا الكوميونتي. So على شنو حنركز بهذا النوع من التريتمنت؟ راح نركز على خلينا نقول نقدر نقول عليها هي لاينين، خطين. الخط الأول هو خط البحوث، ناس شغلهم بس ريسيرش وبحوث، يسوون بحوث على الأشياء اللي يقدرون يطورون بها ويحسنون بها الواقع الصحي. والخط الثاني هو تقديم الخدمات administration of dental care لgroup or population of an area، حتى يسوون prevention للديزيز مثل ما شرحت لكم بالجامعة اللاب، أو حتى يصير control لل established dental problem. So here for any plan we have either directed toward one person or toward
group of population. واحنا بالنهايه each person, each individual will be a group of population. ومثل ما قلنا بالليكتشر اللي فات, it is a multifactorial treatment and it is depending on teamwork, not only the dental staff but also the community as well. هسه ليكتشرنا راح نحكي او نقارن به على الدنتال كير اللي راح تنطي الانديفيديوال واحد مثلا بالعياده مالتنا, وبين التريتمنت اللي راح نعطيها بالكوميونتي دينتستري اللي هي تكون على جروب. شنو الفرق؟ شنو الفرق بالمصطلحات اللي راح نستعملها بهاي التريتمنت؟ وشنو الفرق بالخطوات اللي راح نتبعها حتى نعطي التريتمنت؟ هسه حنحكي على بيرسون واحد اجاكم بيشنت للعياده تريدون تنطوا تريتمنت. اول شيء تسووه كومبليت ميديكال اند دنتال هيستوري. بصراحه اول شيء يسووا اول ما يدخل المريض قبل ما يقعد على الدنتال شير لازم تاخذون عنه فكره كامله من الطريقه اللي اول ما يدخل. لازم طبيب الاسنان يكون كلش انتليجنت وينتبه على ابسط التفاصيل كلها, هاي تساعده بالتريتمنت مالته للبيشنت. تاخذ فكره عن المريض مالتك من اول ما يدخل, تاخذ فكره اذا هو مثلا عنده فد كرونيك ديزيز, فالسيستميك ديزيز يعني ب اكسترا اورال ابييرنس, مرات مثلا جماعه الداون سيندروم, مرات اكو فد انوماليز. كلها من يدخل المريض اول ما تنتبهون عليه حتى قبل ما يقعد فد نظره سريعه تقدرون تعرفون هواي معلومات راح تساعدكم بالعلاج مالتكم. بعدين راح نبدي بال complete medical and dental history. دائما دائما نكون من نريد ناخذ معلومه من المريض ناخذها بطريقه indirect. يعني انت مو تساله تقول له ايش عندك امراض. most of the patient they will not tell you. why? because they visited another dentist, maybe they have some disease, the other dentist refused to give them the dental treatment, so when they come to you they will not tell you they have this disease. مثلا جماعة الهيباتيتس يجي تقول له شو عندك أمراض, راح يقول لك والله أنا ما عندي شيء دكتور, كل شيء تمام. خصوصا الأولد إيج, بس هاي هواي يسمعوها ماي كل شيء تمام كل شيء ما بيه. بس sometimes you can know from your information this patient has heart disease, this patient has hepatitis, this patient has for example ما يجي على بالي شيء. بس مثلا جماعة الهباتيتس السكليرا مالتهم تكون صفرة, اكيد شيء واضح متوقع على السكليرا مال اي. هسه هاي كلها ان شاء الله تاخذوها. البياض مال العين مالتهم يكون اصفر, لونهم ان جنرال السكن مالتهم يكون همين شوي لوش. فاحنا نحاول قدر الامكان تكون اسئلتنا اندايركت, يعني بدل ما نقول ايش عندك امراض نقول له شنو الادويه اللي تاخذها. مثلا هو حينطيكم اسماء, هاي الأسماء أنتوا تعرفوها, هذا دواء ضغط, هذا دواء سكر, هذا دواء إبيليبسي. ف try to make your questions smart, try to get what you want, the answer of your question from the patient بدون ما تخلوه يحس, يعني حتى تاخذون الجواب المضبوط, لأن أنتوا حتحمون المريض بهالطريقة وحتحمون نفسكم من any complication ممكن أن تصير. الدنتال هيستوري تاخذوه شلون؟ اسأله يعني مثلا من سويت اكزو قبل كان عندك بليدنج هواية, من سويت حشوة, من مثلا بنج. مرات اثناء some patient مثلا drinkers smokers ما ياخذون بنج بسرعة, فانت تقدر تسأله مرة من قلعت اخذت بنج بسرعة ايش كم كاربول ايش كم, يعني اخذوا معلومات من المريض قدر الامكان ايش قد ما تقدرون. هسه احنا راح نعطيكم كيس شيت, هاي الكيس شيت راح تكون قايد لكم تعلمكم شنو المعلومات اللي تحتاجوها. وبمرور الوقت ان شاء الله بعياداتكم بالمستقبل ما راح تحتاجون كيس شيت, انتم تعرفون شنو المعلومات اللي تحتاجوها وشنو شلون تقدرون تاخذوها من المريض. هاي بالنسبه للميديكال والدنتال هيستوري, هذا جدا مهم خصوصا الميديكال هيستوري. لازم تاخذونها من فاميلي هيستوري اذا اكو شيء بالعائله, خصوصا جماعه الابيليبسي كلش you have to be careful when you work for them. هسه نجي على clinical examination. clinical examination يعني تفحص المريض,
فحص المريض ينقسم إلى قسمين، أكو إكسترا أورال إكزامينيشن وأكو إنترا أورال إكزامينيشن. الإكسترا أورال إكزامينيشن تشوفون الفيس إذا أكو سيمتري بين الرايت والليفت سايد أوف ذا فيس، إذا أكو أني سويلينج إن ذا نيك، أي ورم بالسب مانديبولار أريا، any change in the color of the sclera of the eye، يعني لون البياض مال العين إذا متغير، any abnormality in the lips، هاي كلها لأنه مرات مثلاً يصير عندنا أفثس وهربس وهاي الأشياء اللي هي مرات سببها فيفر، مرات viral infection. ورما نكمل الإكسترا أورال إكزامينيشن يجينا الإنترا أورال إكزامينيشن. بالإنترا أورال إكزامينيشن لازم ننتبه على كل التفاصيل، يعني إحنا مو بس نركز على الأسنان، ننتبه على القم، ننتبه على الميوكوزا، ننتبه على البلت أوف ذا بيشنت، يعني هارد سوفت بلت، فيستيبيولز، أند أوسو ذا تيث. نشوف if there is any lesions, any ulcers, caries, problems. كل شيء تنتبهون عليه. Every small detail is unimportant. Okay. خلصنا complete medical and dental history. خلصنا medical examination. وشفنا شنو المشكلة اللي عند المريض. ووصلنا إلى diagnosis. تشخيص للحالة اللي المريض جاي بيها. التشخيص حيكون حيعتمد على المعلومات اللي أخذتوها من المريض والأشياء اللي أنتوا شفتوها. أوكي. هسه ما عرفنا المشكلة شنو، راح نجي على تريتمنت بلان. يعني شنو تريتمنت بلان؟ طبعاً خلي أقول لكم فد شيء، وهاي لا تنسوها طول مسيرتكم العلمية بطب الأسنان. دايجنوسيس أهم من التريتمنت. من تشخصون الحالة صح هتعرفون تحلوها صح، تريتمنت صح. لا تتسرعون أبد بالدايجنوستيس، take your time. دايجنوستيس جدا مهم، طوروا نفسكم بالدايجنوستيس، ابدوا اقروا من هسه، أو حتى هسه أنتوا صف ثالث، هسه أنتوا بدأ الدينتستري صف ثالث بدأ، اقروا هواي. النظري حيقويكم، حيتصير عندكم قوة إنه تقدرون تعرفون شلون شخصون الحالات اللي تجيكم. من نجي على التريتمنت بلان، على أي أساس راح نعتمد بالتريتمنت بلان؟ We will based on first diagnosis we made، المعلومات اللي يجوا معناها وعلى أساسها إحنا شخصنا الحالة شنو. Second the priorities، يعني شنو priorities؟ يعني الأولويات، يعني شون؟ يعني مثلا يجيكم مريض ورا ما سويتوا انت extra oral examination، intra oral examination، شفتوا عنده سن يحتاج حشوة جذر كل شجعة، وعنده سن ثاني يقول لك دكتور أنا هذا أريد له حشوة تجميلية، هم كلاس 3 إحنا نسميها، ستأخذوها مثلا خلينا نقول كلاس 3، يعني معناته أكو حشوة أمامية يحتاج. أنت بهاي الحالة لازم تكون عندك priorities، شنو هو الأكثر أهمية هو اللي تعالج. فإحنا راح نروح نعالج السن اللي يحتاج حشوة جذر قبل ما نعالج السن اللي يحتاج حشوة تجميلية. هاي الـ priorities sometimes depending on مثل هاي المثال اللي طيتكم إياه إنه أكو pain، و sometimes لا المريض عنده priorities إذا كان الموضوع مثلا كله تجميلي أو مو فد شي بي pain ومستعجل و emergent. You can depend on patient priorities sometimes also. هو هذا نفس اللي هو البيشنت اتيتيود، شنو البيشنت يفضل اكثر. احنا بالنهايه لازم ناخذ راي المريض باي تريتمنت احنا بنسوي لها، ما نقدر نفرض راينا عليه sometimes، خصوصا اذا الموضوع كوزمتيك. دكتوره عفوا على المقاطعه. نعم. دكتور اكو طلاب دي يحاولون يدخلون وما يقدرون. اوكي. بس محمد محسن ده يحاول يدخل، ماكو عندي اي ريكويست. ممكن ده تشوفون السكرين انتو كلكم. اوكي
not working. Okay. بس نجي على ال patient consent. أكو واحد يعلمكم يعرف يعني شنو patient consent؟ Feel free. خلي شوي lecture صدي interaction لأن هو شوي dry material. شنو يعني patient consent without asking Google؟ تواصل المريض؟ لا يعني لا مو هيجي بعد ناخذ موافقة المريض على الشغل اللي راح يشتغل الدنتست قبل ما يشتغل. عشتي يا دكتورة هذا برا ما يسوون اني دنتال تريتمنت اذا ما البيشنت يوقع، خصوصا الشغلات الثقيلة اللي هي مثلا سيرجري اللي مثلا تجميل، هاي الشغلات اللي يصير بيها ريسبونسابيلتي على الدينتست، لان برا اكو قانون المريض يقدر يقاضي الدينتست وياخذ منه مبالغ طائله وصارت فعلا. فالبيشنت كونسنت كلش مهم خصوصا في حالات السيرجريز كدينتال وكجنرال، الجنرال بعد اكثر بالكونسنت هم متشددين. هذا الكونسنت ضروري لان هذا راح يحميك، لانه بكل الديتيلز مال التريتمنت يكتبون بالديتيلز مال الأشياء اللي المريض حيستفاد من عندها بالتريتمنت والأشياء اللي راح يكون بها ريسك احتمال المريض يتعرض له. شلون يعني؟ مثلا يسوون عملية مثلا ريسجن القم نازلة دينتال ريسجن ويريدون يسوون عملية للمريض يعالجوا له ريسجن، يكتبون بالكونسنت التريتمنت حتكون هيجي، النتيجة حتكون هيجي، مع احتمال انه اذا النتيجة او العملية ما نجحت حيصير هيجي المريض يوافق عليها. في حالة إذا العملية ما نجحت أو صار أي مشكلة، والسبب قد يكون مو دينتست، قد يكون دينتست وقد يكون البيشنت نفسه، فبهالحالة الطبيب حمى نفسه. خصوصا أكو بعض البيشنت التارجت مالتهم أو الهدف أنه يروحون لهاي دينتال تريتمنت هو أنه يسوون هيك شيء. فالكونسنت كلش مهم، بس إحنا ما عندنا هيك شيء. احنا الكونسنت يكون مجرد موافقه شفهيه انه انا راح اسوي لك حشوه جذر وبعدين اسوي لك حشوه، المريض يوافق نبدي نشتغل هنا. بس قسم منكم ان شاء الله في المستقبل حيكملون وحيسافرون برا ويدرسون برا معادله وبعدين يشتغلون حتى تعرفون شنو البيشنت كونسنت. Then we'll talk about appropriate labor. يعني شنو؟ يعني الشخص اللي يكون مناسب للدنتال تريتمنت، مثلا دينتست يعني كجي بي، او انه يكون عنده اختصاص سبيشالست اور تكنيشن دينتال تكنيشن اور دينتال هايجينست اور دينتال اسيستنت، الشخص المناسب للتريتمنت المطلوبه. Then appropriate dental services. So maybe the patient is coming to get preventive treatment or he's coming to get restorative treatment or it's only endodontic treatment. اكو جماعة يريدون يدخلون، احنا راح نخلص الليكتشر. Please try to attend before 5:30. Please. اليوم سويت admission مرة ثانية صعبة ترى. Then after we finished the appropriate treatment راح نجي على خطوة الـ evaluation، evaluating the patient after 6 months. يعني treatment not just giving the patient treatment and he will go. Sometimes you need to do follow up for your patient. I am in Marcohno, I could have a run. It's gonna be clinical examination. تفحص المريض، تسوي له أشعة، تشيك الأورال هايجين. بل لازم دكتورة. And نعم. أكو هواي طلاب يريدون يدخلون فهل توافقين على انضمامهم؟ دكتور عيني، أنا هسه هاي كم مرة وافقت على انضمام؟ مدى أقدر أنطيكم الليكتشر؟ هي بعد ما أقدر أدخل أحد. مشكور دكتور. ليش ما جوي قبل 5:30 دكتور؟
هسه صارت بالستة دي يجوز ما يصير هيك شيء. راح أعيد هذا السلايد. هسه إحنا شو سوينا بالنسبة للي جوي متأخرين؟ treatment if it is targeted to particular patient, one patient, not for a community. It's going to be taking complete medical history and dental history, doing the clinical examination. بعد الexamination حيصير عندكم diagnosis. من يصير اكو diagnosis حنسوي treatment plan, نخلي خطة للعلاج راح نعتمد عليها بالعلاج, معتمدين بها على الdiagnosis اللي سوينا. بعدين راح ناخذ موافقة المريض على التريتمنت, ووراها راح ننطي التريتمنت المناسبة اللي تناسب حالته. وبعد هذا راح نسوي ايفالويشن للحالة او للتريتمنت مالتنا ورا 6 شهور. نعم دكتورة, صار مثل انطباع رابط من حاله جاي يطلع 5 مرات هاي يطب ويطلع. ايه اوكي, يعني هاي انترنتك ما مضبوط دكتور. دكتورة من حاله يعني من جاي يحكي لك هو جاي يطلع. والله دكتور هاي تكنيكال بروبلم ما اعرف يعني, لازم ويا دكتور محمد تحكون. محمد نعمان بسمع. تمام دكتور, احنا هسه مجموعة الطلاب احنا يعني تقريبا 5 أو 6 ندخل وهيك ربع ساعة أو 5 دقائق وهيك يطلع من حاله. أنا راح أحكي دكتور محمد نعمان من إداوم حتى يضبط لنا هذا الموضوع. تمام دكتور مشكورين. أوكي, فبالفولو أب راح يكون فحص, نفحصه نسوي له أشعة حتى نشيك التريتمنت, أورال هايجين إنستركشن. أورال هايجين يعني brushing, using floss, using mouthwash. And then in the end we'll ask the patient for his certification. إذا هو قانع بالعلاج وعجبه أو يعني عنده فد ملاحظات على التريتمنت. هذا كله كان إذا إجاك مريض للعيادة. خطوات بديهية, نفحص, نسوي خطة علاج, نسوي العلاج, نسوي متابعة. Then إذا if we want to talk about community setting, large group of people, giving care to large group of people, and we know we have in mind the target is to prevent any dental problem or to control the problem. So the main difference is that you are dealing with more than one individual at a given period of time, which lead to a more complicated steps. So this will lead us to do survey. Survey يعني شنو؟ أنا أعطيتكم إياه باللكتشر الأول. Survey يعني ناخذ معلومات, نجمع معلومات من group of people. زين, يعني هنا مكتوب for the community. This is the first step in dental public health. It is the method of collecting data to determine the amount of disease problem in the community. هناك ايش قلنا اول خطوه شو نسوي؟ نسوي ناخذ medical and dental history, وبعدين نسوي examination. The second step is analyzing the survey data of the community in order to define specific health problem. Recently, computers and statistical techniques have been used for analyzing data. Analyzing هم ينطيت بالليكتشور الأول, معناته نحلل المعلومات اللي جمعناها. يعني إحنا إذا عندنا group of people أريد نشخص المشكلة مالتهم, dental problem مالتهم, شو راح نسوي؟ راح نسوي survey. يعني شنو survey؟ يعني نفحصهم واحد واحد ونكتب المشاكل اللي عندهم. ورا ما صار عندنا هذا الـ huge amount of data, شو راح نقدر نعرف المشكلة شنو؟ نسوي analyzing للداتا, نحلل الداتا, نقعد نحللها. أكو برامج على الكمبيوتر هي اللي تساعدنا بهذا الموضوع, هي الـ biostatistics. إن شاء الله بالكترات الجاية راح تاخذوها. يعني يفت شيء شوية معقد, راح أعطيكم يفت شيء مبسط شوية تفتهموا, ماكو داعي تدخلون in details لأنه هو معقد. راح أعطيكم يفت شيء واضح و headlines وفت شيء تقدرون تفتهموا بسرعة.
Then, after we gather the data, after we analyze the data, now we are going to do planning. يعني إذا تذكرون قبل شوية من قلت لكم على الـ treatment الموجهة لـ one patient, شو قلنا نسوي؟ نسوي ناخذ history, نسوي examination, نسوي diagnosis, بعدين نخلي treatment plan. هنا إذا عندنا group of people, community, راح شو نسوي؟ أول شيء نسوي survey, بعدين نسوي analyze, وهسا نسوي planning, نخلي خطة حتى نحل هاي المشكلة اللي لقيناها بالسيرفي مالتنا. So we will depend on survey or data اللي حصلناها من السيرفي, the priorities and community attitude and also the resources that we have. يعني إذا تنتبهون هي نفس الخطوات اللي اعتمدنا عليها بالبلان مال target for one patient. بس هنا شنو؟ The resources available. المصادر اللي عندنا الموجودة اللي نقدر نستفاد من عندها عم نحل المشكلة مال هذا الجروب اوف بيبل او هاي السيتي او هاي الكوميونتي اللي عندها دي نتال بروبلم. ممكن انه يكون ووتر فلوريديشن, ممكن انه يكون فيشر سيلانت, ممكن انه يكون مثلا برايمري دينتال كير يونتس تتوزع بالسيتي اللي هي تتولى التريتمنت اوف ذوز بيبل. Then community appropriate labor, يعني dentist, dental assistant or technician, or appropriate program operation, مثلا school based fluoride rinse program. يعني شنو هذا؟ يعني الفلوريديشن, يعني حكيت جماعة اللاب, الفلوريد الاوبتيمال amount هو 1 ppm, يونت واحد يخلوه بالمي اللي هو هذا المي اللي بالبوري اللي جينا, شو نسميه, ما عم شو بيكون مي اللي هو مي البوري مي الحنفية, هذا المفروض ب 1 unit of fluoride. هاي ال 1 unit سووا بحوث شافوا انه هاي هي الاماونت المضبوطة اللي تقوي الاسنان وتمنع التسوس. اذا تزيد راح تأذي, واذا تقل هم راح تأذي. اذا تقل راح يصير possibility of caries اكبر, واذا تزيد راح يصير عندنا dental fluorosis, هي حالة بس إن يكون بها بريتل ويصير بـ abnormality بالشيب مالته, يعني aesthetically and functionally also. Sometimes if the fluoride rate is so much, it's going to be brittle and will fracture the tooth. So it is one of the manners to control the dental caries by giving the right amount of fluoride. So one of those ways is to use mouth rinse containing fluoride in the schools. فإحنا راح نزيد مقاومة الكاريز بالأطفال اللي هم بعمر الدسكول. Another example is oral cancer screening or community water fluoridation. So إحنا هسه بهذا الستيبس مال الدنتال كير للكوميونيتي, قلنا نسوي سيرفي, ده أراجع وياكم حتى تحفظوها. قلنا نسوي سيرفي, بعدين شو نسوي؟ analyzing للداتا اللي عندنا, مو صحيح؟ هذا السيرفي, بعدين سوينا analyze, بعدين شو سوينا؟ ورا ما عرفنا المشكلة شنو, خلينا plan. ورا ما خلينا plan, جبنا شخص مناسب يسوي هاي حتى يطبق البلان اللي هو appropriate labor, وهمين بنفس الوقت خلينا خطة مناسبة اللي هي program operation appropriate program, وطبقت الخطة. بعدين نحتاج evaluation مثل اللي سويناه بال treatment targeted for one patient, راح نسوي evaluation للبروجرام. هذا كلش ضروري, يعني احنا من سوينا فد treatment program وطبقناه على الكوميونتي, لازم نعرف انه هذا التريتمنت مالتنا نجح ولا لا, فاد الكالتشر ولا لا. حتى اذا هو صحيح نستمر عليه ونطبقه بغير مناطق, واذا هو ما فاد الكالتشر فهذا السيستم يحتاج ابديت, يحتاج promoting more beneficial things. So the evaluation will depend on comparison of the baseline with the subsequent survey, community satisfaction, and also will include the cost. So هذا الجدول يعطيكم مختصر. مثلا أول نقطة هي التارجت,
في حالة إذا عندنا treatment targeted to one patient, it will be individual patient. حالة ال community care, it will be the people that we are targeting in our treatment is the community or group of individual. بالنسبة للvisiting, هذا أول واحد هو visiting للclinic, الثاني لل public health, a practitioner goes to the group of individuals and give them the treatment. بالنسبة لل personal dental treatment, راح يكون هو restorative treatment. أكثر شيء هو إحنا حنسوي تعويضات ال lost part of the tooth. بينما ال community care مثل ما قلت لكم دائما أقول هو, وهذا حيجيكم بالامتحان, هو حيغلطون به, التارجت مالته هو preventive care. Community care is preventive care. Also the service provider in the clinic, it is the dentist alone, sometimes with assistant, but in the community care it is health team professionals. هذا الخامس ما تحتاجوا أوفوا لذكروا. السادس شو يقول الريزلت, إذا patient يروح للعيادة وtreatment موجه patient واحد, the result is gonna be immediate. بينما إذا إحنا نريد نطبق the program to improve the dental health of a community, it will take a long time. خلوا دائما ببالكم الwater fluoridation كمثال, the result ما راح تطلع رأسا لما يصير growing up. للبيرسون الأسنان اللي بنيها توقع الأسنان دائمية تطلع وتصير قوية وما تصير نسبة كاريس, it takes time. مو مثل ما patient يروح العيادة بيدي يسوي حشوة immediate result. الفاندينج, والله دكتور الليكتشر خلاص, هذا كان آخر سلايد. Please next week 5:30 I will start. Please اللي ما يحضر تنقص درجته, يعني هسه جاييني سبعة تعبش بالستة وعشرة. Please next time everyone at 5:30 supposed to be here, we'll start. Then any questions? Nothing? Well, so I got a question. Yeah. About the major emphasis, it's like for the personal, for one person, the result is going to be immediate because yes, it's restorative. So after the treatment, yeah, the results will appear. Right. But in the case of like a community, mm-hmm, the results take a long term because we are focusing on a preventive. We want to prevent the problem. Okay. We are not solving it, right? So right, that's why it takes so long. بالضبط exactly. احنا ما نقدر نقول ال targeted one patient it's purely restorative. لا, اكو patient يجون يسوون جمع. انت دكتور كنت موجود باللاب اذكر صحيح؟ yes. اي اذكر اللي قدام قاعد. اي مثلا حكيت لكم عن الفيشر سيلنت. الفيشر سيلنت هو preventive والريزلت مالته هم راح تبين ورا فتره طويله. احنا ما راح نحافظ على التوث من الكاريز. بس احنا fluoridation and preventive like those Fischer sealant and water fluoridation takes long time. بس اكو patient يجون نسوي لهم مثلا اللي هم يهتمون باطفالهم ال educated level of community, they do varnish fluoride for their kids. It takes also multiple visits and the result will be long term. حتى تبين احنا ما نقدر نعمم, بس احنا اللي نحكي in general يعني mostly يعني بصورة عامة. اكثر شيء يجون للعيادة هي الريزلت تكون immediate, بينما الcommunity dental care it takes time. مرات حتى الcommunity dental care احنا اكو شيء اسمه primary dental care, احنا بالعامية نسميها العيادات الشعبية. هاي target مالتها هي to give preventive treatment من اللي هو مو primary treatment. اذا تذكرون
البرايمري وقلنا اكو برايمري وسكندري اي سكندري ريستوريتيف اند يا سو ذا سكندري از جيفن باي كوميونيتي دنتال كير اولسو اند ات از ايميديت ريزلت بت ان ا جنرال رول وي ار سيينج personal dental health it is immediate while the public dental health it is long term. Yes, thank you so much, doctor. You're welcome. Any question? دكتورة. نعم. عندي سؤال على مود السيرفي بخصوص السيرفي من نجمع بيانات خاصة بمريض. مو راح تدخل من ضمنها الميديكال والدينتال لو يعني انه خلاص انه المعلومات اللي راح اجمعها ما راح يعني انه اتعمق بالميديكال او الدينتال انه بصوره عامه اسال وخلاص يعني انه هسه مثلا سيرفي اذا كدينتال يعني لازم اسال عن الميديكال والدينتال يعني ما يعني بعد هو ما اعرف يعني من اي اسوي دراسه استقصائيه فهو ما مذكور بانه راح يعني نتعمق بالاسئله بالسيرفي لا دكتورة هو أنت مو هو هذا موضوع السيرفي في الموضوع كلش وايد وبيه وايد details بس mostly when you are doing survey you are looking for particular thing يعني ما راح تدخلين بديتيلز تاخذين الميديكال والسوشيال والفاميلي هيستوري لا إلا إذا السيرفي مالتك الكويستشن مال البحث مالتك هو يشمل هذا الشيء بس in general مثلاً البحوث اللي تصير مثلاً دي يدورون على missing lateral incisor مثلاً in Erbil City بس يدورون على الpatient شقد عدد أكو patient عندهم missing lateral incisor يدورون على بقية details بس بال clinical setting أو بال خلينا نقول private clinic setting بالعيادات لا you have to because you are not doing survey انت مو بس معلومه ده تاخذيها والسلام اي لازم اعمل بعدها كلينيكال you are treating a human being you are responsible of saving his life so it is different يعني من هذا اعطيتكم اياها separately بالعياده تاخذون شيء شكل بال community care تاخذون شيء ثاني هاي اللكتشرين اول لكتشرين ثلاثه اريدكم بس تفهمون الموضوع شنو تحفظوها هاي كلها اي بي سي للماده اللي راح تاخذوها هسه من تبدون بعد باللكتشرات الجايه الاندكس وما اندكس والبيشنت اكزامينيشن حتدخلون اكثر بالدنتستري وحتستفادون اكثر بس هسه بهذا اللكتشر يعني اريدكم تعرفون هاي النقاط الان اكدت عليها وتعرفون الخطوات بالتريتمنت اول ما يدخل المريض يسوون ميديكال هيستوري ودنتال هيستوري بعدين يسوون اكزامينيشن بعدين دايجنوس وبالنهايه توصلون للتريتمنت تريتمنت وياكم اي ان شاء الله بالكتاب ان نشوفكم قريب عشان تقدرون تسوون هاي الخطوات ان ذا بيرفكت واي تمام شكرا دكتوره اني اذر كويستشن دكتوره بس بالنسبه للغياب اي ما اعرف اذا اسمي مسجل عندكم ولا لا نقل جديد أنت اللي جيت على دكتور محمد نعمان ذاك اليوم أجلس أنا شنو قاعدة أي أنا كل الأسماء اللي حضروا اليوم يمي وراح أسلمها لجماعة التسجيل هذا موضوع دكتور تشيك ويا دكتور محمد نعمان ما دام أنت جيت يمي للليكتشر اسمك حيكون موجود بالحضور بس أنت تشيك وياهم إذا هم مخلين اسمك باللست أو لا الممثل مال المرحلة اليوم موجود خبرت دكتور محمد قال ما عندك كود لحد الان يا محمد خبرت اللي بالتسجيل اه اوكي بس انت عندك اتندنس السيمي باللكتشر ف يعني اكيد هم حيضيفون اسمك بعدين تمام شكرا دكتور تمام اوكي نو انذر كويستشنز اوكي Thank you for your attendance. Have a nice day.